السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. Altıncısı imanın Türk türü bu degen, altıncısı degen takdirga işen iman getirir. Naam. El-iman bil qada'l kader lehu maratib arba. Yani takdirga iman getirin bunun 4 derecesi var. El-ilm. Birincisi ilim. En tu'min en Allah subhanahu taala alim kul şey. Biz iman getiririz Allah Teala bardık nersenin bilet, bardık nersenin ilimini kamtıran. La yakhfa alayhi şey. Andan hiçbir nese jaşılgan emas. وأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة كل شيء مكتوب. جنا يكينشي درجاتي الله تعالى قلم قديم باردك بلغت بلغترغان نسين باردن جازغان غابورغان جازو غابورغان. أن لا يمكن الثالث أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. أراد الله سبحانه وتعالى الأشياء تقع تقع. أراد الله سبحانه وتعالى أن أشياء لا تقع والله لا يمكن أن تقع حتى لو اجتمعت الأمة على أن يجعلها تقع لا تقع. يعني من جيك درجة صدقين بس سوسوس بيشوس كريك الله تعالى بول دنيا ده دين الله تعالى خلقها نرسين غنا بولت الله تعالى خلقها زير ده يلدم بارا شغلت بيرنسين خلاص الله خلاص أنا خلاص بيت. الرابع الخلق فالعبد مخلوق وأعماله مخلوقة. نعم. يعني ترتينش درجة بول جراتو الله تعالى بيندلر جرات كان جنا الله نعمال دار دا جراتو كان. نعم.